السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها محكمة السراء وزيرك عدالة يا وزيرك وحبر الشدة محضة عدالة اللي بانضة محضة شرعية يا قانونك كسوق يبقى لياشة هبين ونكسن سيدة رونتية واسكدري مكرناه مهمدة وبوغن لي هي وهي وحدليلها ضد كيسو يمد إن بدنا كمدنا ولبا سونا خلاصي سيفي عنا وحالي ما دام مركا ما ضحبا لنا لمنطا هي وقتي كنا لنا عبتي محاربة سدح كالمدينة كير هذا بوغا ورت بوغا مركا إيش مريون أخي وحن كواركي إنه يا بوك علميت معها مركا بوك أما شيكا هيدا ولا واكو درسان لها أما واكاديمي لها ماهين بوك علميت مراجع دي سواتا بقوة البقية ماشي لغا سو يكتية ماشي لغا كيانا لهوها ماشي اس مركا دو ديكا مجرتو عرقتيدا بحيسا إن بوكا لغو درو بوكا تا لبرتانا ولغو برتو كلياده هانا وحي كايمانا يسا إن آنو مالينا إنو أبو كاتاها شاقي دادكا شرعيقا برتاي سوماليا أما عربي يكو برتان أما إنجريسي يكو برتان إنطاليانيك إنتو كو برتا هوري إن مركا محكمة دا مركي لاتاقان عف سوماليا لغارب فصل كو حاكو سوء لغتان أي لغداس آيان وعوليس جرا ماشا أغو مهم ساني أغو بحينا يا وحوية يا أردaga هادا برانا يا وكان نصيبي فرصة بدن يا أنتي كور رئيسي ماشي وكبو الحين يا وحوي ماشي عاد بري تجي دونت سعاد سفي عن حوجة ترى هذا هنا عاد هشو طلب بحن نوعنا وتلوين ماشي سينا كإيمان سين منهج كل وجود درو سو جيد انت قرالك يو أفك سوماليكا ليه دي سي قرال كيسة بحاء هذا قرال كيسة وأنا سببت كينيسا إن محكمة دا إلا إن محكمة دو حكوشة قيسا غراب قيبتا عن أركي نول لباها يروح هذا وإن تقود بيستو ومركو هوري قود بيسا قادقة أو سوا أخريا سوا أسوا سوا أخريا أنا هذا قد تيم هذا مركا إن قرال كاللقات بيسو دادك يو قيبكا قاتي أبو كات زكريا لكن إنتان أغا وآن كورها يينا وزيرك وزارة وحبر الشهد واكي يري جامعة دا السنة هلغو صدر waxa loogu daray waxay ahayd in ardadu ay helaan maadooyin aan ahayn maadooyinka manhajka oo caadiga ah fasalada ka dhigtaan oo siin kara fursad fikir ka badan mid ay heli karaan keli karaan maadooyinka tolan waxa halkan ka sheegay fiqiga maadada fiqiga iyo sharaxadeeda ama ha ahaato fiqiga qaanuunka ama ha ahaato fiqiga diiniga labaduba way iskeenayaan وواحد أقول بدن إلا ربع أرض جوينو فهمه مركا ما دوين كل جو صوت دري كروكولام كا سنت كل جو دري وحكمي ده critical thinking إن أرض جل برو logic واحد اللي رادو منطقة مركي هذا بوك على هلا ينا وحلا جه هلا فلسفة القانون كا هي واحد أقول سلي سنة إسكو صوت دو دو بوك وحجر تما دوين كل أرض جا أرض جا أو أردت الشرع على الله يقول حكم إذا ما دل ديجري كتابة القوانين أما سياقة القوانين هذا صار بدوري قرار الله ذا سيد الله قرر لها قانون أفكي سومالي ما دام عن لودوين أردت جس عربية لوج سوريا مرول با أنت أسمارك وأنت بوج أنت كله أو أن ربعنا الشيخ وحوي شرعية يكوش قين تشرعي جوا سكر كعلي سيدس سيدا وحو كلاب بدن يدول نما ده هرمار هو سماينا يا يو هرمار سماينا وحا قانون كوجرتا وراح دايس الجهل بالقانون ليس بعذر ما أوين وحاس إن الشرع يقدر لك كوجران وحلا أقبل يا ما وحنكو كنا عرضت اسمالين دويد وح محكمة السوء تاجي محكمة ذا كم إذا ما لنا هني مدة قبل كبنادر تاجي قيس أكون ندو ده مدلح بالوضع اللي بيته مليون دولار أي دحمرتي
qoyskaas in badan oo kamida inaysan ogeyn u badan tahay lacagtaas si maraysi waana sheegeen markaan dhageysanay qaar badan oo kamida abay ay yiri soo sameey akoonka wax dhaxmarna ma boogi wa maasha suhay soo galaysa al jahlu bil qanun laysa bi udr ma ogeyn in akoonkeeda lacag argixsa dhaxmaris marto inuu sa dambi yahay ma ogeyn qaanunku ma ka yiraay marka hadaatay gudoomiye shuto wuxuu yiri lawyer ha la samaysto lawyerna ha la samaysto qaanuunkan ha la bartay idin ruuxeed inta asaasiga ka ah inta asaasiga ka ah oo basic-ga in la barto aada muhiim u ah inuu qaanuunku marka hor marayo waxaa daliil weyn u ah doodaha socda oo waddanka ka socda iyo sida loo dhageysto iyo siday dadku u xiisaynayaanba waa si fiican sida hadda gudoomiyuhu ka dhawaajiyey waddanka waxaan ku soo laabtay 79-kii anoo haysta bachelor shariica oo qaanuun marka nin baa ila hadlay allahu naxariistee waa dhinta sheekh saciid yaxye la dhihi jiray aabay saaxiib ayana wuxuu yiri maxaad soo barato shariica oo qaanuun aan soo barto waa igu qosla marka wuxuu yiri midaan qaraabo nahay oo jokoslofakiya ka yimid jokoslofakiya dad badan hadda ma yaqaanaana laba waddanoo kala tagtay noqdeen mid walba goonihiis u taagan yahay jokoslofakiya wuxuu ka soo barto yiri criminology cilmiga dembi baarista waa yimid oo yiri marka asoo wuxuu yiri hotel tawfiiq ag fadhi oo dee nin cilmi baaris soo bartay soo haysto cilmiga dembi baarista soo bartay aa nin aan nin soo dilo yiri asoo hor maro yiri saa ugu dhuftar soo u rabtay markiido yiri markaan ku dhuftaan aan ku dhuftar soo u rabtay markiido yiri hortiisoo maraa marka waa la laabtay waa taariibo yiri marka adigana inaad taariibtaa umalaynaa yiri hadda maanta ardada looga bartay ayaan dhaxdaas maraan la hadlay dadka waxyaabaha lagu dhiirageliyo dadka sharciga bartaa ka mid a uguna shaqada iyo furasta badan lawyeray noqon karaan notaayay noqon karaan qaadiyay noqon karaan maxkamadda milatariyay noqon karaan intaasoo dhan waxaa ka badan la taliyaal sharciya waddanka dhan ka yihiin furas aada u badan oo aan jiri jirin ayaa u soo baxday marka horumarkaas waddanka dhan uuna ka jiraahe adinka bis kama jiro qolo dhaliilaysa shalay waxaan sheekaysanay baasaboorada oo leh da'baa laga dhimaa iyo da'baa lagu jaraa markaasi waxaan yihi niyo sanadaa laga diraa iyo sanadaa lagu jaraa ad maraysaa baasaboorka intaad baxdo yaad sidaad bariiska bakaara uga soo gadataa cabdilashidee looga soo gadan jiray hadda ma laga soo gataa maya wa marka in sanad lagu daray inaan sanad lagu darinna mas'alad waqti waaye oo horumar badan ku socdo hay-adda cadaaladda waxaa ka socda horumaraa ku socda dad badan oo laga yaabo looyarada iyo qudaadda iyo siday u doodayaan inaysan cajabin waxaan rabaa hal arrinaan u sheego ah war waxa aan maanta ku cajabinaynin waa wax improvement ku socdaan ardadan hadda la tababarayo iyo kutubtan lasoo saarayo iyo doodahan socda oo dhan waxay qayb ka qaadanayaan inuu hormaro sharcigu si guud aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaas inaan ka badan hadlaan jeclaan lahaa anigoo ka wakiila xildhibaanada iyo senatarada horta meeqa xildhibaana ku joognaa waa fiiriyey oo waxaan siri meeshii horta kulley dabina la isu dhigayaa seed u baxsataa dhowr jidaa ii soo baxday jid wax weeye horta inta xildhibaanoo joogta inaan bugaagta u gado marka waa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doctor maxamed xaaji 8, 9, 9 haddii 9 buug weyn hal suubisana inaan ku daro waa soo wada may waa soo wada horta markii koowaad haddaan dee aan dhabiiltamo saasaa igu soo dhacday haddana waxaan siri meeshii waa la dadaalayay meeshi waa la dadaalayay cabdixakiim baa hoosula hadlay senyala bal wuxuu yidhi horta hal xabana nin walba u gad ninna qof walbana hal u qaato ku dar 18 ay maraysa 2 suubisana waa ku dar 20-kaas anaa waxaan u qaaday baarlamaanka laakiin markaan fiiriyo siri oday hataa waa lagu soo fiirirayaana xisbiga UPD oana xogayihiisa ana 10 baa u qaaday 30-kaas buugaan qaaday aad iyo aad baa u baahsantihi xildhibaanada waxba lama weydiin kara bugaagta hala siiyo anaa la iigu imaanaya xisaabtaas aad baa u mahadsantihi